يمكن على الاقل تضمن المناطق اللي هي صعيبه هذه الامكانيات باش يكون الماء والشرب وكذلك يكون الماء للفلاحه. ياسر الماء اللي غير اللي غلط ما الى بغيتو نصايبو غير الماء ونديرو الماء جات غير الماء الصالح للشرب نقول لكم واحد القضيه ما كانش معكم منين نجيبوها في حتى الا بغينا نشريوها في العالم ما نلقاوهاش ما كاينش منين نجيبها. وهذوك الناس ديال اوروبا الى شي واحد شكا على مطيشه ولا هذا الى خليوها عندنا نخليوها عندنا ولكن ما نلقاوهاش حتى هما زعما هي واحد غلطتي بالنسبه للرسوس بالنسبه لهذا هذا يعني واقع اللي خصنا نعيشوا فيه. والحمد لله ان بلادنا كان عندها مخطط وبانه في هذا المخطط كان اقتصاد ديال الماء من اهم المسائل حيث انه 2.5 مليار ديال الميتر المكعب سنويا اكتسبنا بفضل ديال البوتاغوت واللي خلانا انه بهذاك الاقتصاد ديال 2.5 مليار فين اون فينونسي يعني درنا التمويل ديال الماء اللي جاي في المشاريع الاخرى ديال لي زيكستونسيون ديال الفلاحه ديالنا.